دلعونا الدنيا دوارة حارتنا صارت حارة محتارة على دلعونا الدنيا دوارة حارتنا صارت حارة محتارة وإن بدك تعرف أخبار الحارة اسأل عليها يلبي ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة يا مختار المخاتير خدني على هالحارة حتى أعرف شو بيصير بهالحارة المحتارة يا مختار المخاتير خدني على هالحارة بيصير يا مختار المخاتير وراك
سلام يا 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 والله طلعوا على المدينة كلهم من فخره. ما كول ليش الحارة هادية؟ والله لا يكيم عزيزي وانتو معكم مش خبر والسلامة ضاع ونجم ضاع والله يا رايا بعطا صلحتك جاي على عروسنا والله عروسنا وكلهم منك يا أول فوز يا بعطا أنا بكون نكسب حالنا مجموعات ندور عليهم أيوة أخوي كسب يا سيدي بأخذ معي عبد وتوفيق وبروح ندور منهم وأنا من الفوز ومدحت وبروح منهم يلا يلا ونعمل محسوبك نجم فنان حارة المخاتير اهلا وسهلا حياك الله الله يسعدك والله وانا كنت ماشي من هين شفت عندك حزمة العيدان هذول شو حزمة العيدان هذول ايوه بس هالعود هذا والله اعجبنا اشتر واحد شكله هيك شويه بجنن بجنن ما شاء الله عليك الله يسعدك حضرتك تعزف انا بقول لك فنان حارة المخاتير بتقول لي تعزف ما شاء الله تفضل سمعني بدك انا اسمعك سمعني شو المشكله ليش ما تسمعني انت اشوف تعرف تعزف ولا لا هلا كمان انا بعزف كاش سمعني انت انا سمعك انا سمعني اشوف على راسي على راسي يا سيدي على راسي مشان يرضى ابو الفور ضيع الحارة لا حول ولا قوة الا بالله شو بدنا نسوي هسه؟ شو بدنا نسوي؟ شو العمل؟ اسمع ما دام اهل الحارة راحوا خلينا نستغل الفرصة ونزم حالنا ونروح على المحافظ عشان نحط مقابل الحارة ماشي وبعدين نرجع بندور على الحارة رايك زين ابو عطا على المحافظ على المحافظ رجبوا يلا شو مسمي لي هذا عزف؟ هات اوديك تفضل اعطيني الكسف اللي بدك اشوف اعطيني الصين ريشه ابن الحلال ريشه هذه انا بدلعها كسف بدلعها الله يرضى عليك شويه عشان العود شويه مش ماخذ ايدي عليه هو العود كانه شوي صغيره بشوي بس السليك هذا السليك هذا شوي سكر واحد شوي شوف مو بشوف السليك هذا انا السليك هذا
شو اسمك؟ انا اسمي نجم, نجم. فنان حاره المخاتير. مخاتير, اهلا وسهلا فيكم المخاتير. طب ما خليته يسمعك, انا اضبط لك الوضع. الله يرضى عليك, هذا لزمكش هذا الحكي. شوف تروح الحاره عند المخاتير. يعني يعني بدك تخليني اشوفه؟ اهلا وسهلا فيك, اهلا وسهلا فيك. طيب الله يسر امرك. يعني حبيبي بتضر فيا؟ لا لا, الله يسر امرك. اي بتشفيش حار, بتشفيش الحار اللي بتضروني وانت رجعت تضرني الثاني. مع السلامه, مع السلامه. شو الناس بتقول؟ اكفوا غير احنا داشعين ومش داشعين. بدنا نروح على المحافظ, بس لازم نشوف نعرف مين بتجي المختار. اكيد هاي بسيطه يا ابو عطا. ها انا المختار. بالله. اي نعم. ليش ما يجي انا؟ بدنا عليك والله. بدنا ريحكم. لا انت ولا انت ولا انت, انا المختار. مين انت يا ابو طارق تصير المختار؟ مين وين وين؟ مش عاجبكم مين انا؟ مش عاجبنا يا ابو طارق. طيب بدي اقرا معكم. مع السلامه. انا بكون بصير انا المختار وتوكل على الله. طارق فيك الرحمن بلد من زمان زمان. لا 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 ليك يا اهلا وسهلا. هلا يعطيك العافيه عمي. شو اخبارك؟ الله يخليك. كل يا عمي امرني لك ما شاء الله. قد ايه بتبيع مترو؟ هذا خمس ليرات. ولا والله غالي خمس ليرات. اسمع انا عندي بضاعه المتر بليرتين, بضاعه بتجنن وبتبيع منها وبتربح. فشو رايك نجيب لك شوي تجرب؟ شغل محلي ولا شغل مستورد؟ شغل مستورد سوري يا عمي, بس بضاعه بتجنن مليحه. طيب ما تعرفناش على الاخ منصور ابو دكه من ام الحيطان, وصل عني تشل بعرفني عمي. خفف. الجيوخ روح روح. عشان هيك اسمع يا جماعه الخير. احنا ضلينا لحالنا. قبل ما نصل المحافظ بدنا نفك انو بده يصير المختار. طبعا ابو عطا الذكر بده يصير المختار. ابو عطا الذكر؟ ولا شو بسوي؟ لا يا ابو ليش احنا يا عمي دار النسناس اول مره بدنا نصير منا المختار, بده يصير منا المختار. اسمع انا قبل عم بده يصير المختار. يعجبكم بيعجبكم مش تروح. ما روح. السلام عليك. السلام يا سيدي. مع السلامه. روح عمر عبد يا زلمه. روح ولا ما روح. اسمع يا ابو شكلك ابن حلال وطيب. شو المطلوب هلا يا عمي؟ والله يا سيدي المطلوب ما انت عارف عادت الناس, يعني بدنا نجيب لك شويه بضاعه بدك تعطينا عربون. طيب ولما نجيب الحمل تعطينا عربون. وامتى بتوصلنا البضاعه؟ خلال يومين بكين عندك يا عمي ان شاء الله تعالى. تفضل هيدا سلم ايديك. ايدك توكل على الله يا عمي ولا يهمك. بلع الطعم مش عارف معلومات. شفت يا ابو عطا؟ هاي ابو العبد فل. ما ظل الا انا وانت والراي. واحنا وياك بدنا نروح عند المحافظ. طيب هسه بنروح انا وياك عند المحافظ. ورحنا عند المحافظ. اسمع يا ابو لطفي بدي اقول لك هالشغله. المره هاي بصير انا المختار. طيب والمره الجايه بتصير انت. ها المره الجايه اصير انا؟ وبدنا نروح عند المحافظ؟ وشو بدك تروح وانت لابس البجامة ابو عطا عند المحافظ؟ بالسلامة بالسلامة يا حاج. وانا لابس اللي على الحبل ومشخص وما شاء الله عني. شو على الحبل وما حبل؟ وانت لابس بجامة؟ ما ضلكش تقول لي بجامة يا ابو لطفي. هذا سرط لي يا ابو لطفي. شو يعني؟ سرط لي وعليكم السلام. اقول لك اقول لك والله العظيم ما بتتباشر يا ابو لطفي بعد عملة. ها؟ الله يسهل عليك.